وفي مثل هذا اليوم من سنة 820 للهجرة الموافقة للعام 23 و800 ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في مكة المكرمة. وذكر حجاج بغداد خبر وفاة الأمير القاسم نهارون الرشيد العباسي، هو أخو الخليفتين الأمين والمأمون، عهد إليه أبوه الرشيد بولاية العهد بعدهما ولقبه المؤتمن، وأقطعه الجزيرة والثغور والعواصم سنة 86 و100 للهجرة. أخزاه أبوه أرض الروم واستخلفه على الرقة لتدريبه على الحكم. لما آلت الخلافة للأمين عزل المؤتمن عن الجزيرة وأقره على قن نسرين والعواصم. مع اشتداد الفتنة بين الأمين والمأمون لحق المؤتمن بالمأمون بخراسان، وجهه إلى جرجان فقام فيها. أعلن المأمون خلعه من ولاية العهد بعد قتل الأمين، وترك الدعاء له على المنابر. توفي ببغداد في حياة المأمون عن عمر ناهز 33 عاما. وذكر حجاج خراسان خبر وفاة الوزير الفضل بن الربيع بن يونس، كان أبوه وزيراً لخليفة أبي جعفر المنصور العباسي. لما آل الأمر إلى الخليفة هارون الرشيد واستوزر البرامكة، كان الفضل من كبار خصومهم. تولى الوزارة بعد نكبة البرامكة إلى أن مات الرشيد. أقره الخليفة الأمين في وزارته، فكان معه على المأمون. لما آل الأمر إلى المأمون استتر الفضل سنة 96 و100 للهجرة، ثم عفى عنه المأمون وأهمله بقية حياته. توفي بطوس بخراسان عن عمر ناهز 69 عاما. وذكر حجاج جرجان خبر وفاة الشاعر مسلم بن الوليد الأنصاري المعروف بسريع الغواني، شاعر غزل من أهل الكوفة، نزل ببغداد فاتصل بالخليفة العباسي هارون الرشيد وأنشد: وما العيش إلا أن تروح مع الصبا وتغدو سريع الكأس والأعين النجلي. لقبه الرشيد بسريع الغواني، يعتبر أول من أكثر من البديع في شعره، وتبعه الشعراء في ذلك. ومن شعره قوله: وساقيتك الريم هيفاء طفلة بعيدة مهوى القرط مفعمة الحجل، تنزه طرفي في محاسن وجهها إذا احتثت الطاسات يغني عن النقل، هل العيش إلا أن أروح مع الصبا وأغدو سريع الراح والأعين النجلي. وفي مثل هذا اليوم صادف نهاية سنة 1250 للهجرة الموافقة لسنة 1100 ميلادية استيلاء الإسبان على سرقسطة. كان الصراع مستعراً بين دول ملوك الطوائف من جهة، ومملكتي ليون وقشتار الإسبانيتين من جهة أخرى. وقد سهلت الخلافات المستحكمة بين دويلات ملوك الطوائف الاستفراد بها واحدة تلو الأخرى. ففي هذه السنة قام ألفونسو الأول ملك قشتالة المعروف باسم المحارب بالاستيلاء على سرقسطة وأخرج منها المسلمين. كان قبلها قد تمكن من السيطرة على طويطلة، وبسقوط سرقسطة انهار ثاني معقل للمسلمين في الأندلس. وفاة الخليفة المستظهر العباسي، ترتيبه 28 في الخلفاء العباسيين، انتظم له الأمر على حداثة سنه. وكان ممدوح السيرة لين الجانب عارفا بالأدب والشعر، هيمن السلاطين السلاجقة على الدولة في عهده. وفي أيامه احتل الفرنج بيت المقدس سنة 92 و400 للهجرة، وقتلوا أهلها بالمسجد الأقصى. كانت خلافته 24 سنة. توفي ببغداد عن عمر ناهز 41 سنة. هرب الأمير أبي الحسن وعودته. تم تنصيب الخليفة المسترشد العباسي، فغادر أخوه أبو الحسن بغداد ولجأ إلى الأمير دبيس بن صدقة بالحلة، ثم سار إلى واصل وكثر جمعه وملك المدينة. لما علم المسترشد بالله خبره أهمه ذلك وأقلقه، وكتب إلى دبيس يأمره بالقبض على أبي الحسن. فأرسل دبيس العساكر إليه وغادر واصل مع أصحابه وضلوا الطريق، فتبعه بدويان وأخذاه إلى دبيس فسيره إلى بغداد.
فاستقبله المسترشد وقبله وبكيا وتصالحا. وفي مثل هذا اليوم صادف بداية سنة 86 و200 ألف هجرية، الموافقة لسنة 69 و800 ألف ميلادية، خارطة العالم الإسلامي. بدأت هذه السنة وخارطة العالم الإسلامي تضم العديد من الدول. في المشرق كانت دولة ملوك أجا في سومطرة وعليها منصور شاه، دولة المنغيتيين ما وراء النهر وعليها مظفر الدين بن نصر الله المنغيتي، دولة خانات خوقند وعليها سيد سلطان بن ملة، دولة القجاريين في إيران وعليها ناصر الدين القجاري. في الجزيرة العربية كانت الدولة السعودية وعليها سعود بن فيصل آل سعود، سلطنة عمان عليها غزال بن قيس البوسعيدي، سلطنة لحج في اليمن وعليها فضل الثالث بن علي السلامي. في المغرب كانت دولة الأشراف الفلاليين وعليها محمد الرابع بن عبد الرحمن الفلالي، وكان على الدولة العثمانية السلطان مراد الخامس بن عبد المجيد، وكانت تسيطر على بلاد الشام والشمال الإفريقي، وكانت مصر تتبع اسمياً للدولة العثمانية، وكان عليها إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي الكبير. الاستعمار الإنجليزي لمصر، استطاع محمد علي باشا تكوين دولة عصرية في مصر واستقل عملياً عن السلطنة العثمانية وأرغمها على الاعتراف بحكم مصر له ولأولاده من بعده. تولى الخديوي توفيق الحكم سنة 96 و200 ألف للهجرة، وورث عنه دولة مثقلة بالديون ومثقلة بالتدخلات الأجنبية، كما كانت الضغوط والتجاذبات المتعلقة بالشركة العالمية لقناة السويس بأوجها. أمام كل ذلك ظهرت معارضة وطنية في مصر ترأسها وزير الجهادية أحمد عرابي. اصطدمت المعارضة مع الخديوي توفيق. وجدت بريطانيا وفرنسا في هذا الخلاف فرصة للتدخل في شؤون البلاد، وبعثتا بأسطوليهما إلى شاطئ الإسكندرية بدعوى حماية الأجانب من الأخطار. وفي تلك الأثناء حصلت مشاجرة كبيرة في الإسكندرية بين الرعايا الأجانب والمصريين، سقط فيها عدد من الضحايا، فافتعلت إنجلترا أزمة مع حامية الإسكندرية، وأمرت قائد أسطولها الجنرال سيمور بقصف المدينة وإنزال القوات الإنجليزية إليها. احتل الإنجليز قناة السويس وتقدموا من عدة جبهات باتجاه القاهرة. واجهتهم القوات الموالية لعرابي في عدة معارك، أشهرها معركة كفر الدوار ومعركة التل الكبير. وفي النهاية سيطرت القوات البريطانية على الوضع واعتقل عرابي ورفاقه، وأصبحت مصر منذ سنة 99 و200 ألف للهجرة تحت الاحتلال البريطاني.